أنا اسمي حازم أحمد، هندسة شبرا، إن شاء الله أبقى خريج 2023. بالنسبة للتدريب عرفته منين؟ كان في معانا زميلنا في الكلية اسمه مهاب، هو دفعة أكبر مننا سنة، يعني اتخرج السنة دي. فالحقيقة هو كان جه طارق الكهرباء هنا وما شاء الله عمل دعاية كويسة جامدة للمكان، يعني في الكلية عندنا، وناس كتير جدا من هندسة شبرا جم هنا الراوند 16 في طارق الكهرباء، والحمد لله يعني راوندك كويسة. التاسكات كانت كويسة من ناحية إن احنا كل حاجة بنشتغل عليها بنطبق عليها، كان في فيديو بعد كل تاسك بينزل بيساعدنا كتير في الحل وبيرتب معانا أفكارنا، وكان كويسين بالشكل العام يعني. لكن كان في الوقت بالنسبة لنا ضيق شوية، لأن كان كل تاسك بيبقى معاه يومين أو ثلاثة على الأكتر، فده كان بيخلق علينا ضغط كبير شوية إن احنا لازم نلم على طول يعني. التاسكات يعني ممكن نقول خلينا 8 من 10 عشان بس نقطة الوقت. الفيدباك كان شيء محترم الحقيقة، إن احنا نعرف غلطاتنا ونشتغل عليها، بحيث إن احنا كمان كان في بعد كده مثلا في الشوب دروينج اشتغلنا اللايتنج والباور، وبعد كده عدناهم في تاسك تاني كبير، فكان في الأخطاء بتاعتنا ابتدينا نعرفها بعد كده، وابتدينا ان احنا نشتغل عليها نعدل منها حاجات، حتى لو ما لحقناش نعدلها كنا بنعرفها اللي احنا نفسنا نعرف نعدلها بعد كده واشتغلنا في حاجه. الحلول النموذجيه جميله جدا، وكانت بتعرفك ان ازاي يعني ان انت تشوف لوحه فعلا للمهندسين على الارض، مش حاجه يعني مجرد ان انت بتتعلم حاجه سكيماتيك كده وخلاص، لا ده هو حاجه بتتنفذ فعلا. الفيديوهات دي يمكن احلى من الحاجات في الراوند، يعني ان انت بتعرف الشغل بتاعك هتشتغله ازاي، وبترجع له لو في حاجة يعني. احنا في المشروع ابتدنا نرجع لكذا حاجة برضو في الفيديوهات عشان نعرف نفتكر يعني. المشروع كان الحقيقة فيه دعم كبير من الناس، وكان فيه تقريبا زوم كل يوم، وفي بوست مجمع لكل الأسئلة، وباشمهندس حمدي صاحب المكان هو اللي كان بيرد بنفسه، وكان فيه اهتمام كبير جدا منه الحقيقة، وبنشكره طبعا على الاهتمام ده. الراوند الجاي هو الراوند اللي بتبقى مضغوطة جامد، لأن بيبقى 3 تراكات مع بعض زي شوب درونج تندر، فاللي عايز يجي الراوند إن شاء الله لازم يكون مستعد كويس، يكون جاهز نفسه للضغط، عارف إن الأجهزة كلها هتبقى في الراوند، يكون مش شاغل نفسه بحاجة تانية بس.